موجة حر استثنائية تتأثر بها العديد من الدول الأوروبية التي تعرف عموماً بصيفها المعتدل، لكن يبدو أن ذلك أصبح من الماضي. هذه الموجة تسببت في وفاة المئات في إسبانيا والبرتغال وإجلاء آلاف الأسر بعدما دمرت الحرائق الناتجة عن الحرارة المرتفعة مساحات واسعة من الغابات. في بريطانيا أعلنت سلطات حالة الطوارئ لأول مرة في عموم أنحاء البلاد بسبب موجة الحر التي من المتوقع أن تصل ذروتها اليوم، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية وتتجاوز 40 بالقرب من العاصمة لندن. وتعتبر هذه الدرجات قياسية حيث لم يتم تسجيلها من قبل في سجل الأرقام القياسية في بريطانيا. مستشفيات المملكة المتحدة في حالة طوارئ وتوقعات بإلغاء رحلات للقطارات. على كل حال لنذهب في جولة على النيران الأوروبية والبداية من الأقل تأثرا في ألمانيا مع زميلنا أيهم القاسم. أوروبا تشتعل، وبما أنها كذلك نطل عليكم اليوم من بلد لا تطاله حتى الساعة موجة اللهيب بقوة، وبالتحديد من ألمانيا. وفيما تلمس أوروبا فعلاً آثار التغيير المناخي، إليكم جولة أوروبية على أجواء الجحيم في الدول الخمس الأكثر تأثراً. البرتغال، حرائق واسعة النطاق تتركز شمالي مدينة بوردو الساحلية. قائد الدفاع المدني البرتغالي يقول بالحرف الواحد: نحن نواجه ظروفاً مناخية لم نشهدها قط من قبل. إسبانيا، الصورة نفسها والنيران نفسها وخزانات المياه نزلت إلى 44% من مستوياتها العادية. ثالث بلد هو إيطاليا، أطول نهر في البلاد يعاني من مستويات منخفضة تاريخية، وإليكم هذه المعلومة: غرامة قدرها 500 يورو لمن يغسل سيارته. رابع بلد فرنسا، مع 14,000 شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق. مسؤولة في جنوب البلاد قالت: هذا ليس الصيف، إنها جهنم. والبلد الأخير بريطانيا، حيث طلبت السلطات من الناس عدم التنقل بسبب المخاطر الصحية. لكن لننهي هنا في ألمانيا. صحيح أن اللهب ينتشر، لكن الناس يخشون أكثر البرد القادم في الشتاء المقبل دون الغاز الروسي. وقد بدأت البلديات في المدن الألمانية بتحويل الصالات الرياضية لملاجئ. لبرنامج صباح العربية، أيهم القاسم، ألمانيا. لكن أيضاً المغرب، جارة الدول الأوروبية المتوسطية، أصابها فيروس اشتعال الحرائق، وتحديداً في منطقة العرائش شمال المملكة. درجات الحرارة في المملكة المغربية تراوحت بين 50 إلى 45 درجة مئوية، فيما تستمر جهود الإطفاء وفرق الإنقاذ للسيطرة على الحرائق وإجلاء السكان. أنا بس سمعت معلومة بيقولوا لك إنه قد تتجاوز درجة الحرارة في لندن أعلى من الحرارة بدبي وجدة، تخيلي. أيوه، خصوصا هم المشكلة هناك مو مهيئين، يعني ما عندهم اير كونديشنات وين ما تروحين، مش متوفرة لأنه ما متعودين أصلا. فحتى لنا صديق يعمل الآن في مجال توفير الأيسيات أو الاير كونديشنات، وباع مؤخرا الكثير من القطع بسبب درجات الحرارة المرتفعة. مصائب قوم عند قوم الفوائد دائما. على كل حال إحنا عم نحكي عن المدن ذات درجات الحرارة العالية جدا. خلينا نحن وإياكم المشاهدين نقسم توب 5
للدول والمدن الأكثر حرارة والدول الباردة، باردة جداً في هذه الأوقات. على كل حال، الدول التي سجلت أعلى درجات حرارة خلال 24 ساعة الماضية كانت الكويت، التي كثيراً ما تصل فيها درجات الحرارة للمستويات الخمسينية في فصل الصيف، فقد سجلت أمس 47 درجة مئوية. دبي جاءت في المرتبة الثانية بدرجات حرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية، والمشكلة هنا في الرطوبة المرتفعة التي تزيد الإحساس بحرارة الجو. نذهب إلى الرياض التي سجلت أمس 42 درجة مئوية، لكن الفرق أن الرطوبة في الرياض متدنية نوعا ما. وطقشنت في أوزبكستان سجلت 40 درجة مئوية أمس. نذهب إلى الدوحة، وفي دول الخليج كانت في أواخر المستويات الثلاثينية مسجلة 39 درجة مئوية، ما يجعلها في آخر هذه القائمة. لكن لنتذكر معكم، هناك دول باردة وباردة جدا في هذه اللحظات حتى. أما الدول الأكثر برودة في العالم خلال الساعات 24 ساعة الماضية أو المدن بالتحديد، هذه المدينة في بوليفيا التي سجلت 3 درجات مئوية تحت الصفر، ما يجعلها من أبرد دول العالم. سانتياغو في أمريكا سجلت درجة مئوية واحدة فقط بالأمس. بوينوس آيرس سجلت 3 درجات مئوية فقط. أوكلاند في نيوزيلندا سجلت 6 درجات مئوية. وباراغواي أسونسيون أيضا سجلت 6 درجات مئوية فقط بالأمس. نادين، بتفضلي العيش في مكان بارد أم مكان حار؟ يعني كله إلى إيجابياته وإلى سلبياته، بس يعني بس لو اخترتي خلاص يا تعيشي بمكان حار يا بارد. أنا بحب أجواء الباردة وتكوني قاعدة مكنكنة والحياة عم بتشتي. أنا عكسك، ما أحب الثلج أبدا. على كل حال، خلينا نروح لأحمد العناني من لندن. أحمد، يعني كلنا بنعرف طقس لندن، لكن سمعنا أنه أنت ما قدرت توصل لمعلم بيج بان الشهير وهذه الساحة الشهيرة لأنه ممنوع التنقل أو في مقتصر التنقل. شو عم بيصير بلندن يا أحمد؟ صباح الخير نادين، صباح الخير سمر. بالفعل هناك أزمة في التنقلات في المواصلات العامة في بريطانيا. حركة القطارات، قطارات الأنفاق تحديدا، معطلة بشكل كبير. أغلب سائقي القطارات لم يذهبوا للعمل اليوم، بالإضافة لأن هناك توصيات من الحكومة البريطانية لجميع المواطنين بعدم الخروج إلى الشارع وعدم التنقل قدر المستطاع. الكثير من المدارس ومن الشركات قامت بإغلاق أبوابها وقالت لموظفيها بأن يقوموا بالعمل من منازلهم، كأننا مرة أخرى في حالة إغلاق عام، ولكن هذه المرة بسبب الحرارة وليست بسبب كوفيد. أحمد، يعني كم تتوقع أو ماذا سمعت، كم ستستمر هذه الموجة؟ أنا قادمة إلى لندن الأسبوع القادم وتوترت الآن. الموجة تبدأ اليوم، يعني الساعة الآن 7:15 تقريبا بتوقيت لندن. درجة الحرارة الآن 22 درجة مئوية، وهي درجة غير عادية على الإطلاق. من المفترض أن درجة الحرارة تصل اليوم إلى 39 درجة، وقد تصل إلى 40 درجة مئوية. طبعا جدير بالذكر أنه أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في بريطانيا على الإطلاق كانت في عام 2019، وكانت درجة الحرارة 38.7. وهذا يعني أن درجات الحرارة اليوم إن وصلت 39 أو حتى 40%، 40 درجة مئوية، ذلك سيكون أعلى درجات حرارة يتم تسجيلها في تاريخ بريطانيا على الإطلاق. طيب أحمد، كمان ما بنقدر ننسى ضحايا جراء موجات الحر، خصوصا في بريطانيا وب 2018-2019. طيب اليوم من خلال هذه السنوات كيف تكيف المواطن البريطاني؟ كيف الحكومات؟ شو اللي عملته لليوم؟ في الواقع للأسف ليس هناك تغيير كبير من 2018 حتى الآن. طبعا بريطانيا، البنية التحتية البريطانية تم تصميمها لكي تحتفظ بدرجات الحرارة. المنازل البريطانية ليست لا يوجد بها مكيفات هواء على سبيل المثال. طبقا لإحصائية جديدة، 5% فقط من المنازل في بريطانيا بها مكيفات هواء، و 95% من المواطنين البريطانيين ومن السكان هنا لا يوجد لديهم أي تجهيزات لدرجات الحرارة المرتفعة أو حتى للأجواء المناخية الحادة كالفيضانات أو الأعاصير أو ما إلى ذلك. طبعا الحكومة البريطانية في العام الماضي كانت تستقبل مؤتمر المناخ COP26، ولكن حتى هذه اللحظة السياسات المناخية والسياسات البيئية لم تجدي أثر واضح على الشارع البريطاني.
هيئة الصحة البريطانية أعلنت حالة الطوارئ العظمى من الدرجة الرابعة، توقعاً بأن يكون هناك إصابات أو حتى وفيات بسبب درجة الحرارة المرتفعة. طيب أحمد، ما هي النصائح اليوم التي يتم تداولها يعني لتفادي الوقوع ضحية هذه الدرجات، يعني مثلاً شرب الماء أو إلى آخره؟ بالطبع، النصيحة الأولى التي تقوم الحكومة البريطانية بنشرها منذ الأسبوع الماضي هي عدم الانتقال في الشوارع وعدم السفر من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى ذلك، وبالطبع شرب السوائل والمياه بشدة وبكثرة. وأيضا الحكومة البريطانية قالت للمواطنين من الشباب بأن يحاولوا أن يقوموا بمساعدة كبار السن سواء من جيرانهم أو من معارفهم أو حتى للطمأنينة عليهم أو على صحتهم. الكثير من حالات الوفاة التي تحدث بسبب درجات الحرارة الكبيرة هي ناتجة لأمراض أخرى مثل أمراض القلب أو أمراض التنفس التي تؤدي مع ارتفاع درجات الحرارة إلى الوفاة في كبار السن بشكل خاص. شكرا يا أحمد، نتمنى لكم السلامة. من لندن مراسل صباح العربية أحمد العناني. We'll be right back.